حفل زفاف الفنانة بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع يتحول إلى ترند وحديث السوشيال ميديا، ليس بسبب إطلالة بوسي وفستانها الأبيض أو حفل الزفاف الفخم في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، لكن لسبب آخر. بهرت بوسي في مقطع فيديو وهي غاضبة وتقول: علي الطلاق، أبوظ الجواز عادي. نشاهد. المصريون من تصرفها وتساءلوا: هي العصمة بإدمين؟ ولم يكن هذا الفيديو فقط الذي يمكن أن ينغص على بوسي فرحتها، فقد خرج أيضا والدها محمد شعبان يلوم عليها ويقول إنه فعلا قد جهز بدلته لحضور حفل الزفاف لكن ابنته لم تقم بدعوته. لكن كان هناك الكثير من التفاعل على مقطع الفيديو، فعلقت سمية إبراهيم غاضبة وقالت: هو في ست تحلف بالطلاق؟ هي العصمة في إيدك ولا إيه؟ خسر فيك الفستان والفرح، ده كفاية غضب أبوك عليكي. بيئة بجد، فعلا الفلوس مش بتعمل بني أدمين، وإذا جوزك مستمر معاكي بعد كده ده كان هو اللي سابك وساب الفرح، بس واضح إنه شخصيته ضعيفة وإلا كان إداكي ألمين على وشك. وإيهاب صقر نشر الفيديو وكتب: النشأة، البيئة، التربية، للأسف هؤلاء هم قدوة شبابنا وبناتنا. بينما هناك من سخر من تصرف بوسي واعتبر أن هناك عدد لا بأس به من البنات يمكن أن يفعلن نفس الشيء لطبيعتهن العصبية، فقالت حنان إسماعيل: من أجمل ما سمعته عن الزواج ما قالتها المغنية بوسي في فرحها بمنتهى القوة والصلابة والإصرار والشموخ، علي الطلاق، أبوظ الجواز عادي. هكذا يجب أن تكون البدايات الرومانسية، ريحة بينا على فنيا مصر. فشاركونا أنتم بأرائكم، كيف ترون تصرف بوسي؟ هل هو فعلا انفعال غير مقبول؟ أم أن الأمر ينطوي على مسألة شخصية في الأخير؟